السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيك يا حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله جايين نعمل مع بعض كوسة وبتنجان محشي. ان شاء الله كده نشوف المقادير بتاعتنا مع بعض. انا معايا هنا كوباية من الرز مغسولة ومصفياها من المية خالص، يعني مفيش فيها خالص مية. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، معايا بصلة كبيرة مبشورة او فرماها في الكبة، وحط عليها الملح اللي انا هحطه في الطبخة مع البصلة وهي بتتفرم علشان ما تغيرش ريحتها. معايا البهارات بتاعتي، وطبعا البهارات يا حبايبي حسب رغبة كل واحدة، يعني كل واحدة وذوقها، يعني بتحط هي اللي هي عايزاه في الاكل بتاعها. بس انا هحط ان شاء الله النهاردة في وصفتي معايا فلفل اسمر معلقة صغيرة، ربع معلقة من القرفة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كبابة صيني مطحونة، معايا نص معلقة صغيرة جهر حلو، ومعايا معلقة صغيرة من الكاري. الكاري ده بيبقى بيدي طعم جميل جدا في اي حاجة فيها لحمة. خلاص، معايا طماطميتين مقطعاهم مقشراها ومقطعاها مكعبات بالشكل ده، ومعايا حزمة من البقدونس كانت متفرزة عندي، ده بقدونس مفروم او متخرط. ومعايا كمان يا حباب قلبي دبس فلافلة حمراء كنت سلقاها وطحناها وحطاها في الفريزر وطلعتها سيحتها في الميكرويف، حوالي هنقول ايه نص كوباية من دبس الفلافلة. دبس الفلافلة ده يا جماعة لما يكون متوفر في السوق الفلافلة الحمراء دي، انصحكم بجد ان انتم لازم أن تجيبوها وتسلقوها وتفرموها وتعنيها عندكم في الفريزر، لمحاشي، لصواني بيدخل فيها الصلصة زي صينية بطاطس، أي خضار بتدي طعم رائع جدا. إن شاء الله نبدأ كده في تنفيذ الخطوات بتاعتنا مع بعض. أول حاجة هحط الحلة بتاعتي على النار وهبدأ بالبصل، فهولع الحلة وارجع لكم. ولعت على الحلة بتاعتي وحطيت فيها البصل زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده كده. طبعا الصوت الصفاره اللي انتوا سامعينها دي حله الضغط السب، مولعه عليها يعني اكلي بالطبخ، فاعذروني من الدوشه بتاعتها اللي هي عاملاها دي. طبعا اللي انا هعمله ان انا هسيب البصله بتاعتي دي لما تشرب ميتها خالص يا حبايبي وتبدا تاخد لون، هبدا احط لها الزيت. انا دايما دي طريقتي في البصله المتحمره، بسيبها تشرب ميتها خالص وتبدا تاخد لون كده تكرمل، وهبدا ان شاء الله احط لها الزيت معايا. فان شاء الله طبعا عشان الفيديو ما يطولش عليكم اما تنشف ميتها كده وهرجع لكم. يا حبايبي البصله بتاعتي كانت شربت ميتها وحطت لها معلقتين من الزيت واخدت معايا كده لون اصفر فاتح زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى باللحمه عليها، طبعا لازم النار تكون عالية علشان اللحمة ما تنزلش مية. وطبعا زي ما قلت لكم انا حاطة الملح بتاعي في البصل، الملح اللي انا حطه في الخلطة في البصل وانا بطحنها علشان ما تغيرش ريحتها ولا طعمها. طبعا هفضل اقلب فيها كده لحد ما تفك من بعضها خالص اللحم مع البصله كده. زي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاعتي دي اللي اتخلط هي يعني مع البصله. هبدأ انزل عليها بالطماطميتين. هنزل عليها بكل الحاجة اللي عندي واحدة واحدة كده، يعني انا نزلت دلوقتي بالطماطم، بعد ما تغدل الطماطم كده وتدل معايا شوية مع اللحمة هقوم نازلة حباب قلبي بالرز وبقية الخلطة اللي عندي كلها اللي هي البهارات والبقدونس ودبس الفلافلة. انا بقول لكم على اللي انا هعمله لان بطارية الموبايل ضعفت وممكن تفصل معايا في اي وقت،
اثناء التصوير، فبقول لكم على اللي هيحصل. انا هسيب الطماطم بتاعتي تغدل معايا خالص وتدبل كده مع اللحمه، وبعدين هنزل بالرز والبهارات وكل حاجه عندي بعد كده، وهسيب الرز يتشرب شويه من اي سوائل في اللحمه او في الخلطه بتاعتي، وهسيبه يبرد، وبعد كده نبدا حشو ان شاء الله. انتوا معايا هوني، لما الطماطم تغدل معايا خالص هنزل بالرز. مش بحط البهارات دلوقتي عشان ريحتها ما تروحش، بنزل بالبهارات بعد ما احط الرز. انا مش بعمل خضار، الخضار بحط البهارات بتاعتي مع البصله تتحمص شويه، بتفرق في الطعم. لكن المحاشي يستحسن ان انت تحطي البهارات بتاعتك في اخر حاجه. هسيبها تتسبك بقى بعضها، الطماطم تفضل خالص، وهنزل بالرز. نزلت هنا حبايبي بالرز والبقدونس، كوباية الرز المغسولة ومصفى ميتها، ونزلت بالبقدونس معايا. هقلبه كده في بعضه خالص. لما كل المكونات تندمج في بعضها كده، هحط البهارات دلوقتي عشان تظهر تحميصة حلوة، وهحط دبس الفلافلة، وهسيب بقى الرز يتشرب من بعضه كل حاجة فيه كده، يدوبك كده يتشرب حاجة بسيطة، مش هسيبه يستوي يا جماعة. قلبت اهو حبايبي في بعضه، وحطيت طبعا زي ما قلت لكم كل حاجة. هتبدأ بقى الرزاية تمص اي ايه سائل في قلب الخلطة، ويشد معايا كده شوية علشان لما نحشي البتنجان والكوسة نملاها قوي، يعني يبقاش فاضية، وفي نفس الوقت لما تتطبخ تبقى مستوية كده وجميلة معانا. مش قادرة بقى اوصف لكم الريحة، ما شاء الله البهارات بقى لما اتحطت وكل حاجة على بعضها الريحة بقت رهيبة. طبعا كوباية الرز انا كنت غسلاها وسايباها في المية تتنقع، عم اخلص الخطوات بتاعتي تكون اتنقعت شوية، مش نقعها من بدري يعني. والبقدونس يا جماعة بيفرق في الطعم كتير، بقدونس بس يعني، مش حاطة لا شبت ولا كزبرة خضراء، انا حاطة بقدونس بس. وطبعا الكزبرة الخضراء بتدي طعم جميل جدا يعني، بدل الكزبرة الناشفة قصدي، بتدي طعم جميل قوي بدل الكزبرة الخضراء. عايزة اقول لكم ان السنافر بتاعتي كبرت بسم الله ما شاء الله، وهي اللي عمالة تطلع الاصوات اللي هي الذكور، بتطلع الاصوات اللي انتوا سامعينها دي، هوريهم لكم ان شاء الله في فيديو لوحده. اول ما تبدأي تسمعي الصوت بتاع الرز خلاص ان هو نشف، بدأ يطقطق من تحت كده، تعرفي خلاص ان ما عادش في الرز اي سوائل، وممكن كده يبدأ يلزق منك، فاحنا هنطفى عليه بقى لان خلاص كده ما عادش فيه سوائل، اتشربت كلها وبدأ يطقطق من تحت اهو. هطفى عليه حبايب قلبي واسيب الخلطة تبرد معايا، ونبدأ ان شاء الله نشوف هنحشي ازاي مع بعض، فانتظرونا. لكم تاني يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده انا معايا كميه من الكوسه مقوراها او فحراها، وطبعا مغسوله وزي الفل اهي، ومعايا برضو بتنجان كنت مقوراه وعيناه في الفريزر زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده، هحشيه طبعا وهو لسه جامد كده وقلبه مفتوح قبل ما يطرى مني، وهخلص حشو ان شاء الله هبدا كده احشي معاكم كوسايا، اوريكم انا بحشي ازاي. طبعا بنملي الحاجه كويس قوي
لان الرز معانا النص سوا، هيخش بقى يكمل سوا جوه وهيبقى جميل ومفلفل، مش هيبقى معجن ولا حاجة. انا مبحبش المحشي اللي بيبقى سايح. زي ما انتوا شايفين كده، تملوا الكوسة على قد ما تقدروا تكبسوها كده. طبعا خلطة ايه، ما بردتش قوي لسه سخنة، تحاولوا تكبسوا الكوسة كده او حتى البتنجان على قد ما تقدروا. احنا عايزينها مليانة مش عايزينها فاضية. زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده. تضغطوا بصبعكم كده اهو لتحت، خلوا الكوسة تتملى، ونسيب بقى حتة حوالي كده ايه من فوق كده 2 سنتي اهي، بحيث لما الرز يستوي ما يطلعش كله بره. خلاص، فان شاء الله هحشي برضو معاكم بتنجانية. شايفين البرنجانية مفتوحة ازاي من جوه، هملاها كده اهو، بتبقى سهلة جدا وهي متجمدة كده. وطبعا الكل عارف البتنجان بتقور ازاي، والكوسة كلنا ستات بيوت شاطرين. خلاص كده اتملت لعينها خالص وبقت تقيلة اهي. هكمل بقى يا حبيب قلبي باقي الكمية دي كلها وهرجع لكم ان شاء الله. لكم تاني حبايبي، حشيت الكوسة والبتنجان. خطوة مهمة جدا انا بعملها، ان انا بحمر البتنجان والكوسة في حبة زيت كده في البقلاية قبل ما ارصه في الحلة وابدأ ان انا ايه اطبخه. الخطوة دي انا بعملها من يوم ما اتجوزت حماتة الله يرحمها، هي اللي قايلالي عليها. بجد يا جماعة بتفرق في المحشي كتير، بتخلي البتنجانة معاكي زي الزبدة كده وانت بتاكليها، والكوسة بيبقى لهم طعم رائع. فان شاء الله نبدأ كده نحمرهم مع بعض ونرصها في الحلة. وطبعا انا هسقي المحشي بتاع شوربة، مش هحط له مية. طبعا لو مش متوفر عندك شوربة، بس انا عندي على طول لما بيفوت عندي شوية شوربة بحطها في كيس في الفريزر لأي ظروف كده. فان شاء الله هنحمره بس مع بعض ونحطه في الحلة. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، حطيت البتنجان والكوسة معايا في المقلاية هحمرهم. طبعا ما بيغيبش ده يعني ثواني بتحمر، ما بسيبش البتنجان يقعد على النار كتير. بس انا عايزة اوريكم بس كده، وهقفل الموبايل وابعده عن الزيت لان الزيت بيطفش على الموبايل. فان شاء الله انا كده بحمره اهو، وهوريلكم بعد ما يتحمر كده حبايبي. ما بيكملش دقيقه على كل وش وبقلبه، يعني دلوقتي هطلعه. انا عايزاه بس ياخد مش عارفه اقول لكم ايه، تحميره بسيطه خالص كده زي ما انتم شايفين، وبنطلعه نصه في الحله. خلاص، فان شاء الله هخلص الكميه اللي معايا وهرجع لكم. شايفين كده حبايبي، حمرت معايا الكوسه لما اخدت لون جميل، والبتنجان معايا اهو خلصته، حمرته زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما طلعش اي رز منه، زي الفل زي ما انتم شايفينه اهو معاكم في الحله اهو، مفيش ولا رزيه نازله. هحط الكوسه، طبعا هي سخنه نار، هرص الكوسه جنب البتنجان كده وهسقيه بالشوربه. فانتظروني لما ارص بس الكوسه. زي ما انتم شايفين انا حطيت الكوسه ومعايا في الحله، رصيتها ومعايا الشوربه متسخنه. هحط كده بسم الله، دول حوالي نص لتر من الشوربه، هحطهم كلهم كده ومش هكتر عن كده. شايفين لو عملت مقيله الحله كده الشوربه باينه يا حبيب قلبي. المته بتاعتك يا ام حمزه، جزاك الله خير يا حبيبي. المته بتاعتي يا جماعه، ولا ابو حمزه جايب لي مته، ودي المصاصه بتاعتي اللي بشرب بيها المته، جزاك الله خير. عاملها لنا باللبن النيلي، بتبقى طعمها جميل قوي باللبن النيلي. هولع بقى حبايب قلبي على المحشي بتاعي لما يستوي، ونشوفه مع بعض بعد كده بعد ما يخلص هيكون شكله عامل ازاي. فانتظروني. خلاص المحشي بتاعنا خلص يا حبايبي، وغرفته زي ما انتوا شايفين معايا اهو. الكوسه طالعه متحمره وزي العسل زي ما انتوا شايفين، متحمره قبل ما ندخلها تتطبخ. والبتنجان معانا اهو، عايزين نشوف كده سوي الكوسه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا انا ماسكه الموبايل وبصور، شايفين الجمال بقى والحلاوه مستويه ازاي، والرز بتاعها شايفين الرز مش معجن، مفلفل وجميل، والتحميره اللي بنديها له كده للمحشي بتاعنا قبل ما نطبخه بتخليها جميله جدا، وريحتها ما شاء الله عليها. شايفين مستويه ازاي، شايفين الكوسه مستويه ازاي وجميله. نشوف بتنجانية كده، نشوف البيضة دي اهي، شايفين برضو ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين يا حبيب قلبي المحشي معانا اهو، عايز اكل ريقي بجري. شايفين الجمال ما شاء الله لا قوة الا بالله. خلاص كده يا حبيبي انتهت حلقتنا النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم الحلقة ونالت رضاكم، وما تنسوناش بفائض دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.